شتان ما بين من يحشد قوته الوطنية من أجل تحرير الوطن، وما بين من يستنجد بغزاة الأمس من أجل أن يعيد التاريخ نفسه. ومن هذا المنطلق فإن القيادة العامة لقوات الجيش الوطني لا تزال ترسل تعزيزاتها من عتاد وجنود إلى محور الهيشة بوغرين، وذلك تحسبا من أي هجوم من قبل ميليشيات السراج وقوات الغزو التركية الجاثمة في طرابلس ومصرة المدينتين المحتلتين، حيث دفعت القوات الخاصة الصاعقة التابعة للقيادة العامة بتعزيزات عسكرية جديدة إضافية محور هيشة بوغرين. تتوجه الآن من عرير العسود معسكر القوات الخاصة وحدات من القوات الخاصة وحدات من المشاة البحرية والضفادع البشرية وسرية حماية بروليد للحقول النفطية لأداء مهامها والذود عن ممتلكات الشعب الليبي والدفاع عن الوطن. وتحركت وحدات وكتائب الصاعقة من معسكراتها وثكناتها باتجاه المحاور لتعزيز مواقع القوات المسلحة ومساندة الوحدات المنتشرة بمحاور القتال كافة، استعدادا للتصدي لأي هجوم محتمل من قبل الميليشيات والمرتزقة الإرهابيين وقوى الغزو التركي. يجب أن يدافع على وطنه مهما كلف الثمن، ما تغرق الكلمات، من يعرف من أتراك أنظر من نحن ساعد قايسوا في الصحراء، نحن ندوروا فيها من زمان. وتأتي هذه التعزيزات في ظل تسعيد قوى الغزو التركي لعمليات نقل الأسلحة والإرهابيين عبر سفنها وبوارجها وطائراتها إلى كل من طرابلس ومصرة المدينتين المحتلتين، حين أن الجيش الوطني يضحي بالغالي والنفيس من أجل تحرير الوطن من براثن الأتراك والإرهابيين. علي الفايدي، ليبيا الحدث.